هذا هو ديو، وعزز لي انه يؤلف القصص، والحلم الوحيد ديالو هو انه يصبح واحد الكاتب اللي معروف. هوديو في العمل ديالو ما كيتخلصش مزيان، وهاد العمل بطبيعه الحال راه ما غاديش يخلي انه يدير واحد الدار ديالو ولا شي حاجه. هادشي اللي خلى هوديو انه يعيش مع الصديقه ديالو، ولكن الصديقه ديالو ما بقاتش حامله لانه هو فاشل في اي حاجه. هوديو في راس ماله واحد البندقيه اللي عزيز عليه بزاف. المهم واحد النهار تزيد مع الصديقه ديالو هي تحلف عليه، قالت له والله لا بقايش عندي في الدار. وفي هاد الوقت المودعه في التلفزه قالت لهم بان كاين واحد المرض اللي كيرجعك زومبي، وهاد المرض كيعادي الناس، وقالت الناس خصهم يخرجوش من المنزل ديالهم. المهم هو ملي جرت على الصديقه ديالو هو دوز الليله كامله غير في الجرده، والغد اللي مشى للخدمه واحد شويه تصوني عليه قالت لي صافي غير رجع. وهو قال لي شنو واش كتسحابين انا لوبي والله لا رجعت. المهم دازت المده خونا ما لقى فين ينعس، ايوا صافي شرا واحد كيلو ديال البنان وهو يمشي عنده عاوتاني. المهم بقى كيدوق عليه ولكن ما سمعاتوش. من بعد هو طلع على من الفتحه ديال الباب وهو يلقى الوجه ديالها في شكل واحد شويه بدات دير واحد الحركات اللي غريب. واحد شويه هي تفتح الباب وبدات تجر فيه، وهو بقى كيدفع فيها باش انه يسد الباب، وهي دورات رجلها بواحد الطريقه اللي ما يتصورهاش العقل وبدات تفك في الباب برجليها. واحد اللحظه كانت بغات تعض ولكن عضت غير الباب، ومن قوه العض السنان طاحوا. وخونا في الله تصدم واحد الصدمه اللي ما كانتش كطيح ليه على البال، لانه هو راه ما فاهم حتى حاجه في هذه الوقيته. من بعديه غادي تجروا غادي يدخلوا وغادي تسد الباب. المهم هجمات عليه بقات تدير في واحد الحركه اللي غريب، وفي واحد الوقيته تعضوا من الايد ديالو. وفي هذه اللحظه غادي يدفع على واحد الحديده وغتخشى فيها وغادي تموت. وهو ديما بقاش عنده الركابيش انه يزيد، ولكن غادي يهرب بزز عليه. المهم اللي غادي يمشي للخدمه غادي يلقى صاحبه اللي خدام معاه كامل عامر دمايات. وفي هذه الوقيته غيدخل المدير ديالهم اللي عيني في شكل ومخشيه فيه واحد الجنويه. وهنا ملقى ميزه غادي يشد المدير غادي يبقى يضرب فيه حتى غادي يقتلو. من بعد غادي يقول هوديو شوف هاد المرض راه انتشر واحد الدرجه اللي كبيره، ولي تعض فينا شي واحد غادي نرجعو زومبي. وهنا هوديو غيتفكر بان الصديقه ديالو عضاته، وملي غادي يشوف الايد ديالهم غادي يلقى الاثر ديال العضه. وهنا غيتفكر بان طيحت السنان ديالها قبل ما تعضو، وهذا الشيء خلى انه يرتاح شويه نفسانيا. من بعد هو غادي يشوف بان ملقى ميزه معضور، وغادي يشوف بان الملامح ديال الوجه ديالو تبدلوا. وهوديو تخلع بزاف وما عرفش شنو غادي يدير. وهذاك ملقى ميزه ملي شاف راسو انه رجع زومبي قتل راسو براسو. وهوديو ملي غادي يكون خارج من البلاصه ديال الخدمه غادي يلقى الصديقه ديالو في الخدمه هي مصابه. من بعد غادي يكتشف بان كلشي مصاب وغادي يهرب للشارع. وهنا غادي تصدم واحد الصدمه اللي عمرو شافها في حياته، غادي يلقى بزاف ديال الناس رجعوا زومبي، وغادي يلقى بزاف ديال الناس هاربوا ما عارفاش فين غادي تهرب. وعاد زعما ان الطوموبيلات كيتصاطحوا مع بعضياتهم، العافيه شاعله وبزاف ديال الحوايج اللي طارين. من بعد غادي يبغي يركب في واحد الطاكسي باش انه يبعد على ديك البلاصه. وفي هذه اللحظه غتجي عنده واحد البنت اللي سميتها هيرومي. المهم ركبوا في الطاكسي معهم واحد خونا، وملي غادي يكونوا غاديين هذوك خونا غادي يلاحظوا بانه معضود، والبلاصه اللي معضود منها بدا يهبط منها الدم. وفي هذه الوقت غادي يقول مول الطاكسي عطيني شي حاجه نمسح بها الدم. مول الطاكسي معاه غادي يمد لي باش انه يمسح، غادي يشدوا الاخر من يده وغادي يعضوا. ومن بعد غادي يدوز عند هوديو غادي يبغي يعضوا، ولكن هوديو غادي يبقى يدافع معاه وغادي يبغي يلوحهم الطوموبيل. ولكن خونا اللي معضود ما غاديش يبغي يتفاك مع هوديو، وغادي يبقى شادو من رجلو حتى غدخل الصديقه ديال هوديو وغادي يتعاونوا. من بعد غادي يلاحظوا بان الشافور ديال الطاكسي حتى هو تصاب، والملامح ديال الوجه ديالو ولا مبدلين. وهنا مول الطاكسي غادي يبدا يهضر معاهم وغادي يقول لهم اول مره غادي يمشي بهذه السرعه. وملي الشافور غادي يبغي يتلاع عليهم باش انه يعضهم غادي يدير كسيده، الشافور غادي يموت، ولكن هوديو الصديقه ديالو ما غاديش يموت. المهم خرجوا من الطوموبيل وبداو يبحثوا على هذا المرض في التليفون. غادي يعرفوا بان هذا المرض راه كيعادي كرد الجسم ديال الانسان في شكل، وغادي يعرفوا بان الشخص اللي تصاب شي بقى يدير نفس الاعمال قبل ما يتصاب، وزيد على ملي كيتصاب كتولي عنده واحد القوه اللي كبيره بزاف. ومن بعد غادي يكتشفوا الا طلعتي شي بلاصه عاليه هذا المرض ما تيبقاش. وفي هذه اللحظه غادي يكتشفوا بان كاين واحد الجبل وخاصهم ضروري انهم يطلعوا ليه. المهم غادي يضربوا واحد المسافه للشيه ديال الجبل، وفي هذه اللحظه غادي يطيح الظلام وغادي يريحوا في واحد البلاصه باش انهم يتسراحوا. وفي هذه الوقت غادي يتقاسموا الماكله وغادي يتعرفوا على بعضياتهم، وهي رومي غتقول لي انت هو البطل ديالي. المهم الغد اللي خونا في الله غادي يفيق من النعاس غادي يلقى بان هيرومي معضوده. وهنا هوديو بسبب الخلعه غادي يوقف بالزربه وغادي نيش عليه بالبندقيه ديالو. من بعد غادي يسول على داكشي اللي في العنق ديالها غتقول لي بان عطني واحد الدري اللي صغير، وهاد الدري حتى هو مصاب. وفي هذه اللحظه هوديو غادي ينزل البندقيه ديالو غادي يقرر انه ما يقتلهاش، وقال لي بانه غادي يطلع على القمه ديال الجبل باش انها تعالج، ووعد باش انه غادي يكون هو البطل ديالها كما قالت لي هي في الاول. المهم غادي يكملوا الرحله ديالهم جهه الجبل، ولكن هيرومي في هذه اللحظه غتعيا بزاف وغادي تبدا تغوت وعينيها غادي يوليو بحال ديال الزومبي. وفي هذه اللحظه هوديو غادي يخاف منه وغادي يهرب. وملي كان هوديو هارب غادي يلقى واحد الراجل وغادي يقول لي عافاك ضروري ساعدني، وهذاك الراجل معاه غادي يدور غادي يلقى حتى هو ولا زومبي. وفي هذه الوقت هذاك الراجل هجم على هوديو وتلاع عليه باي طريقه تحاول باش انه يعضه، ولكن في هذه اللحظه غتجي هيرومي غادي يتعتق. وهنا هوديو غادي يكتشف بان هيرومي ما تصابش بزاف وهي واعيه بهادشي اللي كدير، ولكن في نفس الوقت راه ما تقدرش انها تهضر وكتبان انها مصطوم. المهم غادي يركبوا في واحد العربه وغادي يوصلوا لواحد المستشفى، وهذا المستشفى غادي يلقاه كامل مخرب وباين عليه تو دازوا منه الزومبي. المهم هوديو معاه غادي يدخل غادي يتلاع عليه واحد الزومبي، وفي هذه اللحظه ما غاديش يعتقوا الصديقه ديالو وانما غتعتقوا واحد الطبيب. وفي هذه اللحظه غادي يجاوب بزاف ديال الناس اللي جاوا من الاصابه، ولكن هوديو ما غاديش يقول لهم بان هيرومي هي مصابه، وغادي يقول لهم بانها غير ناعسه وغادي يغطي لها العينين ديالها، وهادشي كامل غير باش ما يعيقوش بها. المهم غادي يركبها في الكروس غادي يحاول انه يطلع على واحد البلاصه عاليه اللي فيها بزاف ديال الناس، وهاد البلاصه ما يقدرش انهم يطلعوا عليها الزومبي. المهم القائد ديال ديك البلاصه اللي عاليه غادي يسمح لهوديو والصديقه ديالو انهم يطلعوا عنده، ومن فوق هادشي غادي يجيب لهم حتى الماكله. القائد غتعجب البندقيه ديال هوديو بزاف، وغادي يسولوا عليه، وهوديو غادي يقول لي بان هاد البندقيه عزيزه عليا واحد الدرجه الكبيره، وغادي يقول لي بان هاد البندقيه راه جاتني غير كادو. المهم القائد غادي يعيط لجميع الشباب اللي كاينين تما وغادي يحاول انه يجمعهم، وغادي يقول لهم شوفوا غادي نجيكم من الاخر الماكله راه ما بقاش.
وقعات وخاصنا ضروري حنا نهبطوا نجيبوه. وانتم عارفين بان القائد عجبت البندقيه ديال هودي، هادشي علاش غادي يقول لي انت خاصك ضروري تعطيني البندقيه ديالك. وهودي في هذه اللحظه غادي يرفض وغادي يقول لي ما غاديش نعطيها لي. والقائد غادي يقول لي خطا راه هي ولا الصديقه ديالك، وقال لي الا ما عطيتنيش البندقيه الصديقه ديالك غادي نخرجها عند الصوم. وهنا واحد جوج غادي يشدوا هيرا ومي غادي يخرجوهم من الخيمه ديالها وبداو تيهدوا هودي وتيقولوا لي غادي نقتلوه. وهنا هودي غادي ينزل البندقيه ديالو غادي نعيش عليهم وغادي يقول لهم تلقوا. وهنا هيرا ومي غادي تفيق وغتلقى بان جوج شادينها وغادي تشدهم وغادي تضربهم، ومن بعد غتحي الزيف العيني وغادي يعرفوا بان هي مصابه. وفي هذه اللحظه القائد غادي يضربه وغادي يطيح وغادي يشدوا هودي وغادي يربطوه وغادي يقلعوا ليه البندقيه. واحد شويه المجموعه غدير انقلاب على القائد وغادي يديو ليه كلشي حتى من البندقيه حتى هي غادي يديوها ليه. من بعد غادي يبان لنا هودي والممرضه اللي كيشوفوا في الحاله ديال الهيرو. والممرضه قالت لهودي بانها مازال عايشه. واحد شويه غادي تسولو تقول لي كيفاش تعرفتي عليها. هو قال لي كلشي، قال لي بانه تلاقى معها في الطريق وتصاد، وهي غتقول لي بانك انت راك راجل لانك جبتيها هنا باش انها تعالج، وقالت لي بان قليل اللي يقدر يدير هادشي لان انا في واحد الزمان اللي قليل فيه الرجوله. المهم من بعد غادي قرروا انهم ينزلوا باش انهم يجيبوا الماكل. ومن اللي هودي بغى ينزل باش انه يجيب الماكل الممرضه غتقول لي شوف تنوعدك بان هيرومي ما غتقيس حتى حاجه. المهم واحد المجموعه بقات الفوق والمجموعه نزلت باش انها تجيب الماكل. المهم وصلوا بداو تيجمعوا في الماكله. القائد مع بقى حاقد عليهم لانهم داروا عليه انقلاب، غادي يمشيو غادي يخدم الموسيقى وغادي يتجمعوا عليهم الزومبي. وفي هذه اللحظه غترون ديال بصح لان الزومبي غادي يهجموا عليه واللي شدوا تيبدا يعضوا فيه. من بعد هودي غادي يشوف بان الزومبي تجمع عليهم بزاف، والمشكله كبيره ما عنده حتى من غادي يخرج، هادشي اللي غادي يخلي انه يتخشى في واحد البلاكار. وفي هذه اللحظه واحد الزومبي اللي رياضي ملي غيسمع الموسيقى غتزيد القوه ديالو وغادي يبدا يجري بالجهد وغادي ينقز واحد المسافه اللي عاليه بزاف. وفي هذه اللحظه غتشوف واحد الوحده وغادي يهجم عليها وغادي يعضها. وفي هذه اللحظه الممرضه غتشد هيرومي وغتخبى هي وياها ورا واحد الخيمه. وفي هذه اللحظه غادي يكون عنده واحد الهاتف لاسلكي وغتحاول انها تعيط للمجموعه باش انهم يساعدوها، ولكن الهاتف ديال المجموعه غادي يكون مرمي. وفي هذه اللحظه هودي غادي يسمع الصوت ديالها وغادي يرد عليها وغادي يقول لها بان الاغلبيه راه ماتوا وانا اللي بقيت عايش قريب، وغادي يقول لها نتلاقاو عند الباب اللوراني. من بعد غادي يخرج محمس وغادي يهجم عليه واحد الزومبي، وهذاك الزومبي غادي يشد هودي وغادي يعضه، ولكن هودي كان ذكي بزاف لان ايدو كامله عامره ساعات. وهذاك الزومبي واخا عض هودي وما قاصو حتى حاجه. المهم غيكتشف بان باقيين شي ناس قلال اللي ما قاصوهمش زومبي وغادي يفرح بزاف ملي غادي يلقى البندقيه ديالو. وفي هذه اللحظه الممرضه غتكون هزه هيرومي على الدار ديالها، وملي غادي تكون غادي غتلاقى مع القائد، ولكن القائد ديك الساعه غادي يولي زومبي. وفي هذه اللحظه غتخاف منه بزاف وغادي تهرب وغادي يكون تابعه. وهنا غادي يبان هودي وغادي يضربو بالبندقيه ديالو، وهنا هودي اول مره غادي يقتل شي واحد بالبندقيه. وفي هذه اللحظه الناجين غادي يسمعوا الصوت ديال البندقيه غادي يجيو عند هودي، ومن بعد غادي يبداو يجريو باش انهم يخرجوا. ولكن ملي غادي يكونوا خارجين غادي يلقاو بان الزومبي حاصرهم، الزومبي كي قدامهم وكاين حتى وراهم وما بقاش عندهم حتى طريقه باش انهم يهربوا. وهنا هودي غايدير الخدمه ديالو غايبدا يضرب في الزومبي بالبندقيه ديالو، وفي الصراحه غادي يعتقهم من بزاف ديال الزومبي. وما نساوش حتى دوك اللي نجاو معاه حتى هما خدامين معاه، هو تيقتل في الجهه ديالو والاخرين حتى هما تيقتلوا في الجهه ديالهم. من بعد غادي يبان واحد الزومبي اللي غليظ وتيجري عنده، وهودي غادي يضربه ولكن هذاك الزومبي غادي يتلاعب عليه وما غادي يخرج من التحت ديالو على بزاف. المهم هو والناجين والممرضه وكلشي غادي يبقاو يضربوا مع الزومبي، ولكن في الاخير غادي يبقى غير هو والممرضه وهيرون. ولكن في هذه اللحظه غادي يجي عندهم الزومبي الرياضي، داك الزومبي غادي يبدا يجري عند هودي باش انه يعض، ولكن هودي غادي يشدو غادي يفرت ليه الراس ديالو. ولكن واخا هكاك الزومبي ما غاديش يموت وغادي ينوض تيجري باش انه يجمع على البنات، ولكن هودي في هذه اللحظه غادي يهز البندقيه غادي يقلبها وغادي يعطي الراس. وفي هذه اللحظه الزومبي غادي يموت. من بعد ركبوا في الطوموبيله بثلاثه وقرروا انهم يطلعوا الهيرومي للجبل، وهذا الشيء كامل غير باش يعطوا لها الحياه ديالها. وهنا غادي يكون كمل الفيلم. المهم حتى هنا غادي يكون كمل الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس تخليوا بزاف ديال لي كومونتير، خلي معكم واحد لايك وتهلاو.